جاهزين لتحدي الباث بوم؟ ايوه. باث استحمام، بوم قنبلة. هذه قنابل تتباع في محل لاش. القنبلة الواحدة ب 30 ريال تقريبا، هي قنبلة صابون، فلما تحطها في الموية تنفجر الصابون ينتشر في الحوض. حط القنبلة الثانية. شوفوا في وردة طلعت منها. أيوة. نحط واحدة ثالثة؟ أيوة. حطها في النص يلا. في شيء غريب على هذا النوع. أوه، إيش هذا؟ الحيوان. هذا طلع منه ما أعرف شو. يطلع كل الملابس اللي هنا ويحط ألعابه فيها. ايش هو؟ الو؟ الو؟ اتصلت عليهم؟ ايه مرحبا، معلش. السلام عليكم. وعليكم السلام. 9 ابريل لكم ليلة؟ 6 ليالي اعتقد. ابني اتصل عليك بالغلط. اوكي تفضل. اوكي شكرا. انا ليش ما اتصلت عليهم؟ في خاصية في يوم مسافر انك تتصل على خدمة العملاء على طول من هذا الزر. فانس قاعد يلعب واتصل عليهم. بس هذا المفروض ما تتصل عليهم الا لما تحتاج تحجز شيء او تحتاج يعني خدمه، مو بس تلعب. هذه خدمه حلوه في ياس مسافر فعلا، انك يمديك تتصل عليهم اي وقت 24 ساعه. ورابط يا مسافر اسفل الفيديو. فين راحوا؟ انا سيمان. اتجنن عشان حطيناها في العربيه. اوه ماي جاد. اوه يو يو. ما قدرنا، اضطرينا نطلع من العربية. بنت ويزي تبغى زيها؟ كنا اللعبة مو سيارة حقيقية. هذه من أجمل حدائق لندن، اسمها ريجنز بارك. شوف الخريطة هنا قديش كبرها، ممكن تقضي اليوم كامل هنا. مبسوط عشان مو جالس على العربية وما حد يشيله. من زمان ما شميت هذه الريحة، ريحة أشجار. سلام، لازم نتصور هنا. هذا الشوكولاتة الاستنجاب مو لكم انتو. بابا give me one. اخذ الشوكولاتة. give me that chocolate. why? if you can't, اذا ما يمديك تشوف السنجاب كلي زي كذا. give me chocolate. give me. يقول سوى هذا الشكل بالصورة. قاعد يدور عليه. قفله، ما يمديك تدخلي تلعبي. طازة معاك في مدخل ثاني هناك. انا اسالك فوق. لا تبكي. جمال النباتات ورائحتها واصوات الطيور والنوافير تجيب السعاده. مع اني عشت في لندن عده سنوات، لكن في مناطق كثيره ما قد رحتها. من ضمنها هذا المنطقة هنا، يقولون مرة حلوة في هذا الحديقة. عادة احنا ندخل الحديقة من هنا وبس نقعد هنا والمسجد هنا، لكن هذا المنطقة اشوف قديش كبرى ما قد رحناها. اكثر احيانا لما اروح الحدائق هنا اشوف كثير ناس بتلعب رياضة. هذه المناظر الصراحة تشجعني ان انا العب رياضة واهتم بصحتي اكثر. كيف يوسف جالس هناك لحاله؟ يوسف
ما يبغى إيمان تجلس معه. ممكن أنا أجلس معك؟ تعبنا من المشي، الحديقة مرة كبيرة ما شاء الله، تحسها ما تنتهي. رحلة مدرسية في الحديقة ما شاء الله. شيء جميل يجوا هنا من المدرسة مع أصحابهم يلعبوا رياضة. في كثير عمال من الحكومة هنا يشتغلوا في صيانة الحديقة. إيمان، عندي شيء مرة مهم أبغى أقول لك. حبك مرة كبير. تقول مرة تعبت من المشي. هذاك مسجد ما شاء الله، مسكين حيفوتوا أكل الطيور هذه. ما شاء الله تبارك الله، الأنواع المختلفة من الطيور هنا ما شاء الله شيء عجيب. صباح اليوم بدأته بفطور صحي، أول مرة أكل فطور صحي زي كذا، عادة أكل كروسون تخليني أبطل، زاد وزني كثير. تقريبا الساعة 10 متجر أبل للتو فتح، شوفوا هذول كلهم كانوا برا ينتظروا، واشتروا آيفونات آيبادات، حاطين طاولة تنس هنا، أي واحد يقدر يلعب، حتى الكورة موجودة، المضارب هنا ما حد بياخذها ما شاء الله. يا جماعة شيء عجيب، هناك وسط لندن محل الأسواق محل الزحمة، وهنا محل الهروب محل الطبيعة. اشتريت كثير أشياء من بريطانيا، بوريكم ثلاثة منها الحين. الحين بفتحها لكم جربها لأول مرة، بصورها لكم عشان يمكن تستفيدوا منها مثل ما أنا إن شاء الله راح أستفيد منها. هذا أول شيء بوريكم، اسمه تريبلر من شركة بولر برو. تريبل بالإنجليزي يعني ثلاثي بالعربي. هذا الشيء صغير ومتنقل، ممكن يكون ترايبود، ممكن يكون عصاية سيلفي، ممكن يكون قبضة للكاميرا. يا جماعة محاول حتى تركب عليه جو برو كمان جوال. عصاية سيلفي، قبضة يد للكاميرا، ترايبود صغير. شيء ثاني اللي اشتريته هذا الجهاز، انا احتاج شيء يذكرني اذا نسيت شنطتي او يساعدني اني احصلها اذا ضيعتها. شايفين كيف نسيتها هناك؟ اذا حطيت هذا الجهاز في الشنطه وتعبت منها مثلا 15 متر مفروض جوالك يرن عشان يذكرك انك نسيت الشنطه، وكمان اذا ضيعت الشنطه مفروض يمديك تحصلها من خلال الخرائط على الجوال. بالنسبة لي مصيبة إذا ضيعت الشنطة، لأن فيها كاميرات اللابتوب كل أعمالي، وقد صارت في الماضي إني نسيتها في مكان معين وكنت أضيعها، فقلت لازم أشوف لي حل، وإن شاء الله هذا هو الحل. شبكت الجهاز بالجوال، الحين بحط الجهاز بالشنطة وراح أبتعد عنها وبشوف إذا الجوال راح يحذرني إن الشنطة بعيدة. ما في أي إنذار إلى الآن، إلى الآن ما في شيء. يا حذرني، شنطة بعيدة صارت. طيب المشكلة ان الجهاز ما يحذرك اذا انت رحت بعيد، لا يحذرك اذا انفصل البلوتوث. اعتقد لازم كل مرة بعيد حتى ينفصل الجهاز من الجوال ببلوتوث، فبمشي بعيد اشوف. البلوتوث انفصل ما حذرني الجهاز، شكله ما يشتغل تمام. طفيت الجوال شغلته مرة ثانية، بجرب اخر مرة الحين اشوف اذا راح يطلع لي انذار بالجوال اذا انفصل البلوتوث. انفصل البلوتوث، اوكي. هذه المرة طلع الإنذار، بس أنا مرة بعيد من الشنطة، مرة سهل إن واحد يأخذها، ما أدري يمكن هذا الجهاز ما راح يساعدني. الشيء الثالث اللي اشتريته هذا يخليني أركب الجو برو على دراجات. بحط لكم روابط هذا المنتجات أسفل الفيديو. حاب اخذ هذا الوجبة العراقية لماجد لندن، لحم كوزي. تحية خاصة لمتابعينا من العراق. بروح اشوف انا سيمانة الحين وما بيت جدتهم، فاجئوني بالمحطة الله يحفظهم. هلا هلا هلا، السلام عليكم. هلا حبيبي، كيف حالكم؟ عطتني وردة حلوة ما شاء الله، شكرا حبيبتي. كيف حالك انس حبيبي؟ الله يحفظك. يوسف يوسف يوسف، هلا. هذا هنا من ايام الاولمبيات. يا هذا سمونز هاوس، هذا بيت احد. ام جدتها ماتت قبل كم شهر الله يرحمها. اي ما تبغى تجرب؟ يلا اي هاي فايف.
شاء الله الحديقة هذه جدا جميلة بالذات وقت المغرب.